مرة تانية، وسؤالي للأستاذة ولاء المحامية، إيه أغرب حالات الطلاق اللي جدت على مجتمعنا وبتيجي لحضرتك؟ أول حاجة طبعا زي ما الدكتور ذكر، فكرة الميديا وفكرة إن كل واحد قاعد على الفيسبوك وبيكتب مشاكله على الفيسبوك، بيكتب احتياجاته على الفيسبوك. أحيانا الست لما تتخانق مع زوجها تكتب تشتكي لي الناس على الفيسبوك، مش تروح تتكلم معاه هو. واحيانا هو كمان يكتب المواصفات الفتاه اللي هو بيتمناها، وبيشوف مثلا الفنانه اللي بتهتم بنفسها، زي ما تقولي حضرتك كل واحد بيقول كلام على التاني بحيث انه يحس بطريقه غير مباشره. ولكن ده بيسبب طلاق؟ لا، بيسبب فجوه في العلاقه ما بين الزوج والزوجه. اول حاجه فكره السوشيال ميديا، وفكره ان كل واحد بقى في بعد الاثنين عن بعض، وفكره الاحتياجات اللي هم مش بيتكلموا مع بعض، وكل واحد يحس بالتاني ويشعر بالتاني. فكره عدم الاهتمام، ان هم بيهتمش بيها، مش بيسمعها، بيتفه منها كتير جدا. وكمان عمل المراه احيانا بيكون له عامل ان هي مش بتهتم بيه، او منشغله دايما في تحقيق ذاتها هي. احيانا ده برضو بيأثر على الراجل لو هي مش ذكيه او مش عارفه توازن الامور. طبعا عندنا الراجل البخيل، دي من ضمن الاسباب الكبيره جدا وبتعاني منها الزوجه في الحياه. وبخيل مش عليها بس، بخيل على الاولاد، بخيل بخيل في كل بخيل حاجه، في المشاعر، وبخيل في كل شيء. احيانا المراه نفسها تكون مش عارفه تتعامل مع زوجها، ما عندهاش الثقافه، لان احنا عندنا في مصر للاسف ما عندناش ثقافه، ولا في دورات تدريبيه، ولا الاثنين يروحوا يتعلموا يعني ايه تحمل مسؤوليه، يعني ايه مروا بازمات في المجتمع. ده مش عندنا، مش متعلمه، مش ما فيش وسيله تعليم عندنا. عندنا وحتى الاول بنعتمد على بس في يعني في سبب غريب وجهك قضيه غريبه يعني سيبك من التشريح للاسباب. ان واحده تزوجت بعد زوجها جالها مرض، مرض يعني صعب شويه للاسف، من بعد 4 سنين خطوبه قعدت بالظبط شهرين وجالها المرض ده، سبحان الله يعني. طلقها على طول، وخلاها تتنازل له عن كل حقوقها، وكانت والدته كانت سبب رئيسي في ان هي تنهي حياته الزوجيه. دكتور، بمناسبه السوشيال ميديا كنت حياتك